وانت بتعرفي جوزي ما بيحط ايده بمشروع الا وبيربح. والله معناتها هو شغيل وما بنخاف عليه. يا عيني عليكي، بس هي لحالها ما بتكفي، لازم بالاول مناقصه ترسي عليه. يعني في احتمال انه ما ترسي عليه المناقصه؟ لا هي بترسي، بس الموضوع بده واسطه. ما كل شيء بحياتنا بده واسطه وبده دفع مصاري. بس انا لحد هلا يعني ما فهمت عليكي، شو المطلوب مني؟ شبكي رندا، ركزي معي. المناقصه بوزاره التنميه والتعمير، وانتي قلتي لي انه جوزك والوزير مثل الاخوه، بقى بلكي يعني بيحكي لنا معه. ان شاء الله. جهاد تعا شوي. شو في؟ ميسر خانم بدها تحكي معك بموضوع. مسألك يلا. تمام. عين عليك يا مستاذ. شو هالنظافة هي؟ بقى استاذ جهاد، إذا رسيت المناقصة على جوزي بيكون ضرب ضربة العمر، المشروع مانو قليل وبيربح من وراه كتير، وهيك منستفيد نحنا وياكم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ترسى عليه. بس أنا ما فهمت شلون نحنا بدنا نستفيد يعني. ميسر قلي له لجهاد لا تخجلي منه، جهاد مثل أخوك. استاذ جهاد، المناقصة اللي مقدمها جوزي مقدم فيها عروض أسعار كتير منيحة، وأصلاً هو متوقع أنه ترسى عليه، بس لا مانع من دفشة صغيرة. جهاد حبيبي، المناقصة لوزارة التنمية والتعمير، فقصده ميسر خانوم إذا بتحكي لها مع الوزير مشان يعمل لهم دفشة. أي وزير؟ أبو جلال. أبو جلال إذا بدق له تليفون مشان يمشي الحال. إيه أستاذ جهاد، شو قلت؟ رندا قالت لي إنه حضرتك وأبو جلال مثل الأخوة وما بيرفض لك طلب. هو صحيح أنا وياه مثل الأخوة، بس يعني ما صدف إنه أنا دخلت بشغله، وهذا بعتبره إحراج له. لا حبيبي لا، بما إنه أول مرة أنت بتطلب منه هيك طلب مستحيل إنه يخجلك. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا ميسر خانم. هلأ أنت مو قلتي يمكن المناقصة ترسى عليكم بدون واسطة؟ مزبوط، بس عم نقول بتعملنا واسطة احتياط أحسن ما تطير المناقصة من إيدينا. أعوذ بالله، جهاد ما بيقبل. خلص حبيبي يلا مسك التليفون واحكي مع أبو جلال. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منشوف. خلصنا جهاد، يلا دق له قدامنا ميسر خانه مشان يطمن قلبه. طيب مدام في شغلة بس خمس دقايق لخلصها بين إيدي وإن شاء الله منرجع، خلي رندا تساعدني فيها. تفضلي. هيك شو وسطك؟ جهاد شو وسطك؟ بليز 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 شو اسمها جهاد؟ بليز بقطعي من التمثيلية، شو بدك؟ مخلوقة بدها مساعدة، ساعدها. طيب شو بدي ساعدها؟ أنا آذن بوزارة التعمير ما بعرفه لحتى أعرف الوزير. إيه إيه حبيبي، أنت بتقول إنه رح تدق له تليفون، إيه؟ إذا رسيت عليهم المناقصة بنكون نحن كسبنا واستفدنا مني العمر كله واستفدنا منهم بقرشين، إذا ما رسيت عليهم المناقصة بنقول شو بدنا نعمل. أبو جلال ما انحرج معك. مين هذا أبو جلال؟ شلون بدي أحكي معه؟ ليك أبو سالي، أبو سالي بدي أقول له تليفون على أساس إنه هو الوزير وبتحكوا معه، خلص مر لنا إياها ما بدها. شو هالحكي ده؟ ليكي أنا ما بكذب أبداً. وأنا ما بكذب أبداً، أنت اسكت. حبيبي دبر قلبي، والله أنا بحبك كثير، الله يخلي لي إياك، لا تخجلني عيوني أنت وتاج راسي. مرق لي إياها بس هالمرة، هلا بتعمل حالك إنه عم تحكي مع الوزير، بتحكي مع أبو سالي بتخلصوا القصة كلياتها، دبر قلبي. أنا اللي بدي إياه إنه تقول جوزة لرندا عمل واسطة مع الوزير. حلو، أنا من ناحيتي ما عندي مانع، شو كل يوم الواحد بيصح له يصير وزير؟ أنت ما دخلك بنوب. لا بتترك من ايدك وبتعمل حالك لبرا، بتحط موبايلك سايلنت، بس بدي اقول لك جهاد بترد علي على اساس انت الوزير بتوطي صوتك، ما بدي هالحية تسمعك. يا عيني عليكم، شفتوا ليش بحبكم يا ابو يزن؟ انتم بتعطوني ادوار بطولة مو مثل مرتي هي هولاكو. بحبك كثير. اهلا وسهلا. اهلين فيك. أهلين مدام. أهلين أستاذ جهاد. أبو
ابو جلال مرحبا، طمني عنك. اهلا اهلا يا استاذ جهاد، اهلا. اي والله انا بالوزاره هلا. والله بتعرف يعني العمر بيخلص والوزير ما بيخلص. مرني يا استاذ جهاد اي خدمه، توظف حدا، تفك حدا من الحبس، انا بيامرك. ابو جلال الله يخلينا اياك، انا قصدك بخدمه صغيره. والله ما بتقصر ما بتقصر. سلمي عليه. ايه لا مزبوط، رندا بتسلم عليك. الا نجوا يتعشوا عنا. قال تعال انت ومرتك تعشوا عنا. جيب مسالي. ام جلالي، انا بشوف يا استاذ انه منلم من كل مواطن ليره واحده، وهيك بيصير عنا اكثر من 20 مليون ليره منجيب فيهم مدرب عالمي للمنتخب الوطني، وهيك منحل مشكله المنتخب اللي ما عم تنحل، وراح سميها مشروع الليره. مشروعك ابو بلعون. شو الخطوط هاي فايتة ببعضها؟ الو الو، ايه ابو جلال. ايه حبيبنا، في مشروع عندكم بالوزاره، بالضبط بالضبط، تبع الجمعيات السكنيه. الله يخلي لي اياك، في صديق الي مقدم عروض اسعار، وانا بعتبرها كثير مناسبه. لا لا، بس بدي اهتمامك الشخصي شوي، واعتبر المشروع كاني انا مقدمه. الله يخليك الله يخليك. ما فهمت شو اسمه؟ ممدوح اللحام. ممدوح اللحام سيدنا، ممدوح اللحام. لا لا، بيعجبك بيعجبك كثير. الله يخليك. بتوصينا شيء؟ لا لا، بدها تنعاد ولو قليلة هالسارة هاي. هذا صاحبك شو دمه خفيف؟ لا لا، الثاني هذا يوسف الصمودي، لك فرطني ضحك. حلوة النكتة الأخرانية. طيب غشيت حتى هون رندا بتقلي شو صاير لك محمر وشك. أهلين أهلين سيادة الوزير، الله معك الله معك. حبيبي الله يخلي لي اياك يا رب. شكراً كثير أستاذ جهاد، عزبناك. وتفضل، هاي الوراق فيها كل المعلومات اللي بدك اياها، وان شاء الله اذا رسيت المناقصه علينا نستفيد نحن وياكم. لا لا اعوذ بالله، احنا عملنا عجبنا بس ما بدنا شيء. سلامتك. اهلا وسهلا. تسلمي. شكرا. يلا انا بالاذن. لا حبيبتي، شرفت البيت واصحابه. تسلمي. شكرا كثير، عزبتكم معي. ولو اسمع. شكراً كثير. يلا بخاطركم. إذا معك ليرتين اشتري ليرة رغيف واسألي. ماشي، بعدين بحكي معك يا ابني بعدين. تعرفوا انه حياة الوزراء صعبة، اشتغلت وزير دقيقة واحدة هلكت. تبت لك عم تحكي مشروع الليرة؟ مشروعك ابو ملعون، البلد ناقصها. بعدين بتقلي إلي يا بني؟ إلي بتقلي يا ابني؟ اسألي. وانت حسابك العصير بعدين. رندا رندا، تعي 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 تعي. على بعد كيلومترات من العاصمة نهاية سبتمبر. شوفي شوفي منها. منها صاحبنا أبو جلال. وك الله يخلي لي اياك يا رب، وتحكي لي مع الوزراء والمسؤولين كلياتهم. امين يا رب. وينك؟ مره تانية تتورطي بهيك كذبه؟ انت بتدبري راسك. انا زلمه اللي سمعتي ولي تاريخ النضالي والوطني، ما بسمح انه يتمرغ بالوحل. فهمتي؟ البروزه هاي الغي لي اياها. أهلين ميسر خانو. أهلين حبيبتي. اي والله نايمة. شلون؟ بالله يباركوا لكم. إن شاء الله. ألف 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 مبروك يا حبيبة قلبي، والله ما بدنا غير سلامتكم. الله يهنيكم يا رب، إن شاء الله يا رب تشوفوا على وش الخير.
مع السلامة، الله معك. جهاد حبيبي دقت لي ميسر خانو عم تقلي انه رسيت عليها المناقصة. والله قلت لك من الاول مقدمين عروض اسعار مناسبة، مشان هيك بدهم يربحوها، بس نحن شعبنا العربي بده واسطة بدمه القصة. ايه ولو هلا بلا محاضرات عري، هي مفكرة من كل عقلها انه انت اللي حكيت مع الوزير دقوا لهم يباركوا له. الحمد لله وانت نفشتي ريشك عليها، تصبح على خير. لا 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 امانه خليك، انا كثير مبسوطه. لا تنام. لك انا بس بدي افهم مخ النسوان من شو مصنوع؟ مبسوطه كانك انت ربحانه. انا ربحت اكثر من المناقص، انا طاير عقلي هلا من الفرحه، لانه بهي العمليه رح ضل زعلتها لميسر خانو من العمر كله. هي كثير كويس، خلص بطلت نام صحيت. صباح الخير. خير. صباح النور. اهلا. كيفك؟ بلا غلاظة جهاد، يلا قوم بدي أعمل قهوة. يسلموا يا أميرة. صح حبيبي. لك بتعرفي لو بنتك نورما